محمد عاهد زكريا وإسماعيل أطفال لا تنساهم الذاكرة ولا شمس شاطئ غزة الذي شهد ضحكاتهم وأنينهم واحتضن طبتهم ودماءهم. سنة على الغياب، سنة مضت على أشنع مجزرة موثقة ضحيتها أطفال ارتكبها العدو الإسرائيلي صاحب أوسع موسوعة في الجرائم الإنسانية، وهو لا يتوانى عن اختلاق الأكاذيب بوقاحة، إذ أفاد تحقيق أجراه جيش العدو الإسرائيلي بأن جنوده قتلوا الأطفال خطأ ظنا منهم أنهم مقاتلون من حماس. هذه النتيجة لم يستسغها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في رده على التحقيق، معتبرا أن الأطفال الذين قتلوا أعمارهم من 9 أعوام إلى 11، ما يعني أن أحجامهم أصغر بكثير من أحجام المقاتلين المزعومين، ولا يمكن أن يحدث مثل هذا الخطأ. قناة الاي بي سي الأمريكية التي شهدت على هذه القصة ووثقت الجريمة تابعت القصة والتقط الفتى الخامس الناجي الوحيد الذي كتبت له الحياة بعد إصابته الشديدة. ما فتحوا صاروخ، شردنا لما قلنا صرنا نقول ابن محمد كلهم موتة واحدة، نروح نجيب السلاح لما فقط منتظر كل شباب. صرنا ندعس، صرنا نساعد ونعوص ونقول له يا رب. في آخر شيء أعطونا 3 صواريخ، قلت له ابن أخويا عزل كبير حسين راحوا ولاد عمي وماتوا. أنا ما فيش أحد ألعب معاه لقيته ولا حدا. لكن حياته بحسب والدته لورا، برجع لورا بالمرة بالطبس، وضلوا يقتل البنات، يدب بده يدب حدا عن البرندة بالسنج هيك بغير ناخده على عايز عمل فيها تعال بعض اليوم الحادث حرمتها حالي نعم. الندفة اللي ماتوا فيها ابني وابن ابني اللي ابني صار حالته كده، ما عمري بخش ولا بحر ولا مينا ولا حتى. إن أصبحت أجساد محمد عاهد زكريا وإسماعيل في هذه البقعة الصغيرة، فإن الشمس التي كانت تنعكس على أجسامهم وهم يلاحقون القرى وتلاحقهم طائرات القتل ستبقى هي الخالدة، وستكون الأساس في محاكمة عدو لا يحاكم.